اليوم من خلال فعالية اليوم من خلال فعاليات كتير سابقة حبينا نقدم الدعم النفسي للطفل السوري بظل الظروف اللي عم بيعيشها جوا سواء جوا سوريا أو برا سوريا. منظمتنا كتير بتهتم بهذا الشيء أورانتس من خلال فريق التطوع اللايف لاين. خصوصية اليوم المناسبة فيما يتعلق باليوم العالمي لحقوق الطفل عالميا، نحن حبينا اليوم نذكرهم بعيدهم للأطفال ونبث لهم حقوقهم ونحسسهم انه نحن يعني ولا يوم ولا مره ولا اي مناسبه ممكن انه نتخلى عنهم. ونحن مش بس هون رح نوقف معاهم للاطفال، نحن ان شاء الله مستمرين معهم اليوم بكره. لقمان هارون شوحة. شو رسم على وشك يا لقمان؟ نمر. شو كنت عم تعمل اليوم؟ رقصنا ورقصنا مع سبونج بوب ورقصنا مع نحولة. عرفي اليوم ليش عملوا هي الاحتفالية؟ لأن اليوم يوم الطفل العالمي. طيب شو بتحب تقول بهاليوم؟ إنه أرجع عبلادي سوريا اللي حرمني منها بشار الأسد، لأنه أعيش باستقرار وأمان، إنه هذا حق من حقوق الطفل. دعوة على الفيسبوك من قبل منظمة أورانتس للاحتفال يوم بيوم الطفل العالمي، فجينا اليوم أنا وولاد خالتي وأخي مشان نحتفل بالأطفال ونزرع بسمة على الأطفال، نسيهم الآلام اللي شافوها بالحرب. والفعالية كانت كثير حلوة، فمشكرهم على هيك فعالية، وهم مش أول فعالية وبيعملوها بخصوص الأطفال وهيك، ف نشكرهم عن جد لأنه كانت فعالية كثير حلوة. تعملي هون يا أمال؟ جينا نحضر فعالية للأطفال السوريين، عملنا فريق اللايف لاين، اجتنا دعوة على الفيس وجينا لنحضر. بتقدم لهم كتير أشياء، يعني دعم نفسي، بتخفف عليهم الضغط، مجال كتير كبير ليتعرفوا على بعض. اليوم كان عندنا حفل مميز اللي هو كان بمناسبة يوم الطفل العالمي. هذا الحفل ضم أكثر من 450 طفل سوريين وأردنيين. طبعا كان الحفل عبارة عن مهرجان
ومسابقات ومسرح وسيرك، وكان ضخم جدا، وهو بداية للأعمال الضخمة الجاية بالأيام الجاية إن شاء الله. ونوعد أطفالنا السوريين والأردنيين أنه نزرع البسمة بوجوههم، وأنه إحنا راح نكون موجودين معهم بكل الأماكن. اليوم انبسطنا كتير، وهي ولعبنا مسابقات وشفنا مسرحيات وعطونا هدايا.